حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريره قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره فقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس